صباح الخير عليك يا دينا. مبروك يا محمد، شايف الروح الرياضيه؟ شايف يعني قد ايه مبسوطه؟ طبعا ما هو طبيعي، ما احنا كمان بندعي للفريق الزمالك النهارده ان شاء الله ان ربنا يوفقه. وعايز اقول لك ان هم سهرونا امبارح، بس الحمد لله يعني احنا كنا مبسوطين كجمهور نادي الاهلي، كنا مبسوطين امبارح، كان شكلهم في الملعب يفرح. وبصراحه بيتسو موسيماني عامل شغل كويس جدا مع نادي الاهلي، دي ثالث مباراه على التوالي، اثنين في الدوري ودي في دوري ابطال افريقيا، بدون ما يعني ما يكون في هجمه قويه على النادي الاهلي او يكون في يعني، لا بجد يعني عامل شغل عالي جدا مع النادي الاهلي، ودي حاجه مفرحانه بالمناسبه. وعايز اقول لك انه حتى غير مشجعي النادي الاهلي، الشناوي ليه جمهوره من المصريين، يعني تحسه ان هو طبعاً حارس المنتخب، فامبارح برده كان ما فيش شك انه خلال الفتره اللي فاتت مع مدرب حراس المرمى الجديد، وهو مختلف تماما بقى فترة كبيرة يعني، وخروجه توقيتات خروجه لا بقى متألق، وضربات الجزاء كمان يعني هو بقى متميز جدا في صد ضربات الجزاء، وشفنا الكلام ده امبارح. والحقيقة انه فريق الوداد فريق مش سهل يعني، فريق صعب جدا، السنة اللي فاتت كان في النهائي وخسر في النهائي من الترجي، وكان كمان فريق الوداد أخذ البطولة من النادي الأهلي في 2017، فكان خصم صعب مش سهل. ده حقيقي. وتاني الدوري المغربي، واحنا عارفين ان الكرة المغربية حتى قوية يعني، ان شاء الله يكون النهائي زي ما انت قلتي مصري مصري. بشكرك يا دينا.